Ah ouais, c'est tout ce qu'il fait, mais quand même. حلقه مهضوره اش غادي نقول كتعرفوا كما قلتي انت قلتي بلا ان الابن ديالك مات بطريقه مهضوره اذا عندك علم انت راك فاش تصورتي بعض الاحداث ولكن الاحداث كتخالف هذه احداث رياضيه عندها علاقه بالرياضه ولدي من المشجعين بار ديال الجمعيه السنويه كما كنقول قدامكم وكنصرح امام المغاربه كاملين ولدي محب من الدرجه الاولى للجمعيه السنويه كما قلت للقرين انا كنطلب المسؤولين ديال الجمعيه السلاويه والرؤساء باش يواكبوا هذا الفريق انا بغيت تحقق الامنيه ديال ولدي هو من المشجعين الكبار ما كانش عندي ما كنتبعش الرياضه بزاف محب للرياضه ولكن ما كنتبعهاش بزاف ولكن دابا غنواكب هذا الفريق غنلبي الطلب ديال ولدي وصلتكم شي اخبار انه تشد هذا المجرم اللي قام شد كنشكر الشرطه ديال مدينه سالا شداتو في ظرف جوج السوايع كما صرحت لي الشرطه قالوا لي نشدوه في واحد الوقت وجيز شدوه جوج السوايع جابوه صافي قدموه قد يديو العداله انت فاش مشيتي شتي الابن ديالك اول مره كيفاش لاحظتي واش شتي في السبيطار ولا فين شتي فين تسد بها مسكين ولا فين شحال نقول لك شفتو في السبيطار انا ما شفتوش ما شايف ما عرفتش اي المكان فين مات انا منين وصلت للسوبر السوبر كما تعلم وراه كتعرفوه السوبر معروف وصلت تما تلاقاوني الصحاب ديالو قالوا عمي عبد السلام راه داوه للمستشفى المركزي قلت لهم واش مات قالوا لي لا عم ضرب ملي وصلت يلاه وصلت قالوا لي ولدك مات انا لله وانا اليه راجعون